ثم يقول حفظك الله: هل إذا فاتتني السنن الرواتب هل أقضيها أم لا؟ الرسول قضى سنة الظهر بعد العصر، وأيضا رأى الذي يصلي راتبة الفجر بعد الفجر وأقره على ذلك، هذا خاص براتبة الفجر، أكد أنه ما تترك. وبقية الرواتب ما يقضيها، ما ورد أنه يقضيها. كون الرسول قضاها هذا خاص بالرسول، لأنه إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.